الخطاب الروحانية بالمغرب، برنامج يعنى بمناقب وسير أهل الله الصالحين وعلماء الأمة العارفين. أقطاب الروحانية بالمغرب، إعداد وتقديم محسن نورج، إخراج كريم مجيد، والإشراف العلمي للدكتور عبد الإله حنزار. أحبابي الكرام، متتبعي موقع وقناة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مرحبا بكم في سلسلة برنامج أقطاب الروحانية بالمغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، حاء الرحمة وميمي الملك ودال الدوام، السيد الكامل الفاتح الخاتم، عدد ما في علمك كائن أو قد كان، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون، صلاة دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، لا منتهى لها دون علمك، إنك على كل شيء قدير. أحبابي في الله، ما أحوجنا إلى الإخلاص في أعمالنا، فالإخلاص إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد العبد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق، أو اكتساب صفة حميدة عند الناس، أو محبة مدح من الخلق. ويصح القول الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. قال الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وقال الجنيد رضي الله تعالى عنه: الإخلاص سر بين الله والعبد، ولا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيمليه. وقيل لسهيل بن عبد الله: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. فلنخلص في أعمالنا لنحدو أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأثر أهل الله الصالحين. وقتي
علمنا لهذا اليوم سيدي محمد بن تهامي الوزاني، فهو العالم الناسك، الفقيه، الحجة، العابد، العلامة المشارك، الفاسي دارا ومنشأ وقرارا. أصله من وزان، ولد حوالي 1250 هجرية بمدينة فاس، وكانت وقتئذ تعج بالعلماء، فأخذ عن نخبة من شيوخ القرويين من جملتهم أبو عبد الله محمد بن المدني جنون، وأبو العباس أحمد بن أحمد بن ناني، والعلامة محمد بن عبد الواحد بن سودة المري، والعلامة الحاج محمد الأكحل المدعو للزمخشري، وغيرهم من أشياخ مدينة فاس. ثم انتقل إلى الرباط فأخذ بها عن العلامة سيد أبي المواهب والمرابح العربي بن سائح، ولما تمكن من ناصية العلوم عقلها ونقلها وغاص في مكنونتها تصدى للتدريس، وبرز على الخصوص في علوم النحو والبيان والفقه والقراءات، يقررها أتم تقرير ويحررها أحسن تحرير، حافظ للشواهد، جماع للنوادر، مطلع ماهر، يعقد في اليوم الواحد 3 مجالس أو أكثر، مع ما أوتي من سهولة تعبير قل نظيرها، فلا يقوم الطالب من درسه إلا محصلا لقواعد الفنون بشواهدها. وكان يأتي في مجالسه بحكايات يتسلى بها المحزون وتذهب بالسآمة وتسقل الأنظار، في غير إخلال بالمروءة ومكارم الأخلاق والآداب. يا ميل ميل سكري ما ترى عن سيد محمد بن تهامي الوزاني كذلك بكثرة تنسكه ومواظبته على الذكر والتلاوة والقيام مع العفة والانقباض عن الدنيا وزهرتها، حيث ظل يسكن بيتا للكراء حتى خرج منها فقيرا مع تجمل ظاهره وإظهار النعمة عليه. هذه الصفات جعلت الطلبة يحبونه
ويقبلون على دروسه ويزاحمون على مجالسه ما لا يزاحمون على مجالس غيره، ونفع الله به وتخرج على يديه جم غفير من الطلبة انتشروا في مختلف الأصقاع المغربية، وامتلأت بهم الكراسي والمنابر، أشهرهم زين العابدين بن ناني الرباطي وأبو بكر بن محمد التطواني وأحمد بن الفقيه الجريري البرهوني السلوي ومحمد بن العياسي سكيرج ومحمد بن عبد المجيد أقصبي والقاضي مولاي أحمد بن محمد العلوي الإسماعيلي والوزير محمد بن الحسن الحجوي وغيرهم. وإلى جانب التدريس والمواظبة على نشر العلم، شغل العلامة الوزاني مجموعة من المناصب، فكان من أعضاء مجلس قراءة الحديث الشريف مع السلطان الحسن الأول، وتقلد خطة القضاء بثغر الصويرة فحسنت به سيرته وصفت سريرته، ثم لم يلبث أن استعفي فأعفي، فرجع لفاس طاهرا وللعلم ناشرا، وكان من أهل الشورى في الأحكام، له الذكر الجميل والفخر الجزيل، هذا ما شهد له به علماء عصره، فهذا تلميذه النجيب العلامة محمد بن الحسن الحجوي يقول: صدر الصدور الجلة وعلم أعلام الملة، ركن العلم المحجوج وبرهانه غير المحجوج، الفارس المجلي في كل ميدان والمشار إليه بكل بنان، إلى أن يقول: ثم شارك في بقية العلوم الإسلامية نقليها وعقلها. وقال عبد السلام بن سودة في إزحاف المطالع: كان علامة مشاركا مفتيا كثير التدريس والإفادة، محققا فصيحا دينا خيرا، يستغرق النهار كله في التدريس لا يمل منه. ولكثرة اشتغاله بالتدريس لم يكن لسيد محمد بن تهامي الوزاني اعتناء كبير بالتأليف، ومع ذلك ترك مؤلفات لا تخلو من فائدة، منها المطبوع على الحجر وهي تتمة مختصر خليل وتقييد في ثبوت إيمان المقلد ورسالة النصر لكراهة القبض وتقييد في الفعل المعتل، والمخطوط منها مثل رجز في الإعراب التقليدي وبعض الفتاوى وتقاييد في المذهب المالكي. فبعد هذه الحياة الحافلة بالعطاء أسلم العلامة الفقيه العابد الزاهد سيد محمد بن تهامي الوزاني الروح إلى بارئها من ضعف أصابه من كثرة الاجتهاد، وذلك في ليلة 12 شعبان عام 1311 هجرية وعمره 60 سنة، وصلي عليه ظهر ذلك اليوم، وحضر جنازته من الخلائق ما لا يحصى، وبكى الناس عند فقده حتى كسر العامة نعشه
ودفن بروضة العراقيين بالقباب خارج باب الفتوح، ورثاه تلاميذه ومحبوه بقصائد عديدة أنشد بعضها عند قبره. فاللهم تغمده برحمتك الواسعة وأسكنه فسيح جنانك. اللهم اجمعنا على محبتك، وأعنا على طاعتك وخدمتك، وطهرنا تطهيرا نصلح به لحضرتك، ولقينا بك عليه السلام، وزدنا فيك تحيرا وبك افتتانا، وغيبنا بك عن كل شيء سواك حتى لا نكون إلا بك ولك، واحفظنا فيك سائر يومنا وبقية عمرنا حتى تتوفانا وأنت عنا راضين ونحن عنك غير مفتونين، بحق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.